أكثر عطر أنسأل عنه لما أرشه، أكثر عطر الناس لما تشوفني تسولف لي عنه، أكثر عطر يعني عليه طلب في البوتيك من ينزل ما شاء الله ما شاء الله، يعني تنزل دفعة ويصير سولد أوت على طول. أكثر عطر أنا بعيني شفت الناس تطلبه في المعرض، يأخذون منه شيء يعني شيء مو طبيعي، عطر ديجافو طبعاً. بالكومنت يعني كانوا مينينين الأوادم لأن ناطرين هذا العطر اللي هو الأمية ملي، في وايد ناس ما حبوا يطلبون البوكس وكانوا ناطرين الأمية ملي، حالياً العطر الكبير هذا الحجم توفر بكمية إن شاء الله تكون راحية، أتمنى يعني. وايد ناس كانوا مكلميني قايلي لي لا تعلنين بسناب إلا لما تقولي لنا، تخيلوا من كثر ما هم خايفين إنه يروح. فبذكر منو ولا منو يعني اللي اليوم ما راح يتابع سنابي أخاف تروح عليه، بس لا إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله كل اللي كان بخاطره يطلبه يحصل منه. طبعا تركيبة ديجافو هي تركيبة غريبة عجيبة، بحيث إن لما ترشونا يعطيكم كذي حولكم هالة من السحر والجمال الناس تحس فيها لما تمشون. أنا هذا التعبير هو اللي كان يوصلني لما أرش عطر ديجافو. بالسفر كانوا يعني والله جد بالمحلات يلحقوني يقولوا لي it's like a magic around you، كنا في شيء كذي سحر من أول ما دخلتي المحل وهو ملتف حولك. صرت حتى مثلا إذا أحد من بعيد مر يمي راش ديجافو أميز إنه هو راش ديجافو.